أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبدأ مع ملف الناشطين والمتظاهرين الذين تم اعتقالهم ومنهم من غيب لغاية الآن. في 6 من حزيران الجاري تم اعتقال المتظاهر حيدر الزيدي بمذكرة قضائية لأنه انتقد في تغريداته على تويتر تدخل إيران في العراق. اليوم تم إطلاق سراح المتظاهر حيدر الزيدي، دعونا نتابع ما قاله الناشط حيدر الزيدي في المقطع التالي الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. السلام عليكم أخوتي وأصدقائي، أحب أضمن كل الناس اللي سئلت وسعت بموضوعي. تم اعتقالي بتاريخ 6/6/2022 بمذكرة اعتقال قضائية، السبب تغريدات على موقع تويتر، وتم إطلاق سراحي بتاريخ 19/6/2022. وأشكر كل الناس اللي افتقدتني واللي ساعدوا بالإفراج عني، وأشكر كل شخص تبنى قضية حيدر الزيدي. نبقى مع هذا الملف، حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في العراق مقطعا يبين أبرز الناشطين والصحفيين المغيبين على يد الميليشيات، وبعضهم مر على اختطافه نحو 7 سنوات وما زال مصيرهم مجهولا لغاية الآن. فلنتابع. في صورة من صور التكافل بين أبناء الشعب العراقي، حيث أعلن عدد من جرحى ثورة تشرين من تركيا تضامنهم مع عائلة المختطف سجاد العراقي، أكدوا على وقوفهم مع أي خطوة تصب في مصلحة القضية، طالبوا الجهات الحكومية بالكشف عن مصيره ومحاسبة الجناة. فنتابع هذا المقطع. الرحمن الرحيم، من تركيا مدينة اسطنبول، نحن جرحى ثورة تشرين، ومن مكاننا هذا نعلن تضامننا مع عائلة الثائر المغيب قسرا سجاد العراقي، وسنكون داعمين لكل خطوة تخصه حتى لو كانت مكلفة، وإذ نطالب الحكومتين المحلية والمركزية بالكشف عن مصيره ومحاسبة الجنات ومحاسبة المقصرين والمتهاونين في قضيته من ضباط ورتب. الرحمة والخلود لشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية العاجلة لسجاد العراقي. عاش العراق.
نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع ملف الناشطين المغيبين في العراق ومنهم سجاد العراقي. تعليقات كثيرة على منصة فيسبوك. سمارة قالت هذولا اللي لازم يقودون العراق مو اللي هسه بالحكم. أما لينا فقالت ربي شافيكم ويعافيكم يا أحرار، تقصد جرحى ثورة تشرين الذين يتعالجون في الخارج. علي قال الله يحفظكم والله ينتقم من العملاء والفاسدين. تغريدة من السيف قال الحرية لسجاد العراقي والشفاء العاجل لجرحى ثورة تشرين العظيمة. نعم، نذهب إلى ملف آخر وفي العراق ومع استمرار أزمة الوقود في بعض المحافظات العراقية. يوم أمس عرضنا هنا في برنامج صوتكم بعض المقاطع في البصرة حول أزمة الوقود. محافظة الأنبار هي الأخرى تشهد هذه الأيام أزمة في توفير مادة البنزين في محطات تعبئة الوقود وانتظار المواطنين لساعات طويلة في طوابير للتزود بالوقود، تعكس الفوضى في آلية توزيع الحصص بالإضافة إلى شحة الكميات المتوفرة التي أدت إلى حدوث اشتباكات مسلحة أو إطلاق رصاص في مكان في محافظة الأنبار عند محطة الوقود في محافظة الأنبار. كان هناك تجمهر للمواطنين من أجل استلام الوقود ولكن تم إطلاق الرصاص عليهم. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. نبقى مع هذه الأزمة، أزمة الوقود في العراق، ونذهب أيضا إلى البصرة. باستخدام العصي تم إصابة عدد من الأشخاص وذلك بعد مشاجرة بين عمال محطة تعبئة وقود الجنينة بالبصرة مع بعض الأفراد بسبب عدم الموافقة على تزويدهم بالوقود. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الأحداث بغضب واسع، حيث أكدوا بأن الأحزاب السياسية الحاكمة تسعى إلى إحداث حالة الفوضى بهدف تشتيت الصف العراقي وتعكير صفو المواطنين وإشغالهم بالأزمات ليكون بمنأى عن حوادث السرقة التي تجري كل يوم بمقدرات الشعب العراقي. دعونا نتابع هذا المقطع من محافظة البصرة. هذه الصور طبعا من إحدى كاميرات المراقبة في محطة الوقود في محافظة البصرة وكيف تم الاشتباك بالعصي بين المواطنين وبين عمال محطة الوقود بسبب استمرار أزمة الوقود في المحافظات العراقية، يعني في البصرة في الأنبار، كذلك هناك زحام شديد في العاصمة بغداد بسبب قلة الوقود. وكما تحدثنا يوم أمس وفي حلقات سابقة بأن هناك حديث عن تهريب مادة البنزين إلى الخارج، ويعني هناك تساؤل يطرح من قبل المواطنين العراقيين، هل يعقل بأن بلد كالعراق بلد نفطي لا تتوفر فيه مادة البنزين؟ ولماذا الآن، لماذا الآن في هذه الفترة، فترة يعني الصدام السياسي بين الأحزاب والكتل السياسية، ومع أزمة الكهرباء ومع أزمة الماء خرجت على العراقيين أزمة أخرى وهي أزمة الوقود؟ سمر علقت وقالت يعني جريمة، بلد النفط والغاز، العالم شابع بنفط وغازه، وإحنا لا، احنا المستفادين من فلوسه وعايشين كاتلنا الفقر، ولا احنا اللي محصلين غازنا. البصراوي ابو محمد تقي هو الاخر علق وقال حول استمرار ازمة الوقود في العراق، قال هو هذا اللي تريده الحكومة، حتى يتقاتل الشعب، النفط يذهب الى اعداء العراق والشعب العراقي محروم من ابسط الحقوق، يقول الى الله
المشتكى. رائد الماجد قال هذه سياسة جديدة مع الأسف، سياستهم إرهاق الشعب وتجويعه ويخلقون إلى أزمات حتى ما يرتاح، كهرباء، ماء، غاز، جميع الأمور، حتى يكون كل هم هذه الأمور. علي الأمير قال أين الحكومة؟ وين الحكومة؟ ما تسوي حل لهذه الأزمة التي أزهقت أرواح المواطنين؟ نعم، معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، كيف ترى استمرار أزمة الوقود في بعض المحافظات العراقية؟ أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أدبيت شعر يقول الشحيحة فراحنا، الشحيحة فراحنا ودكانها معزل، والضحش نبوخ كم الآهل يا ويل. نعم. يعني للأسف الشديد من بعد 2003 لحد هذا اليوم، يعني صراحة ما شفنا الراحة ولا شفنا الضحكة اللي نضحكها من قلبنا. نعم. من أزمة إلى أزمة. نعم. فضل الطبقة السياسية اللي حكمت البلد واللي دمرت هذا البلد، يعني بالله عليك بلد غني وبلد يطفو على واحة من النفط، يعني أبناء يعانون من الأزمات. لعش تقول على الدول الكبيرة اللي ما تملك الثروات الهائلة مثل العراق، عين عليهم يعني فصل الصيف وهذا الحار، وشوف العراقيين يعني بهذا الوضع مالتهم. يا أخي هذه السبب، أنا أعلل العدة أسباب يا دكتور عمر. نعم. أولا هو إلهاء المواطن وتعب المواطن حتى على مود هم يعني يتسعلهم المجال ويبقون على راحتهم ويعني يتمون المؤتمرات والاتفاقيات ندوات اللي على أثرها تدمير المواطن العراقي. الشيء الآخر اللي هسه يعني اللي جاي يصير بالعراق هو تهريب النفط العراقي. أنا هسه ولو هو يعني هذا الكلام مالك يعني صراحة راح يزعج بعض الناس، لكنه حل لما ترفعون سعر البنزين حتى على مود يصير مساوي يعني مساوي للدول اللي جاي يهربون إلها إلى أن يستقر الوضع. لأنه الوقود للعراق هو يعني أقل من بقية من الدول المجاورة. إن فجماعة شو يسوون يعني ما النفط مستقات توزيع النفط، هم اللي يحاربون النفط دكتور عمر. يعني أما يسوون يعني بطاقات يوزعون للناس، وإذا تبقى هيك لا يعني تبقى الوضعية مستمرة على المعاناة. فأنا عندي هذا المقترح، يا أما يصعدون سعر البنزين يعني يكون مساوي للدول المحيطة بالعراق حتى على مود لا يتصرف، أو يوزعون بطاقات للمواطن حتى على مود المواطن يحصل على الحصة مالته، وإلا تبقى هيك الأمور فوق. يعني هذا مو حل هذا. يعني للأسف ما عندنا ناس اللي تدير الأزمة، ما عندنا ناس همهم معاناة المواطن العراقي، كل همهم هم شلون يحصلون على المكاسب والمنافع اللي تخدمهم. نعم. وهذا اللي جاي عن عندي يا دكتور عمر. شكرا لك عبد الرزاق من بابل كان معنا. هل لدينا اتصال آخر؟ ناصر من بغداد. ناصر، برأيك ما هي أسباب أزمة الوقود في العراق؟ مرحبا أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك أستاذ عمر. الأزمة هي مفتعلة، يعني الأزمة مفتعلة، إنه تدري أنت صارت تحت بالصيف على من على الطاقة الكهربائية. تسببت أزمة. أنا قبل كم يوم كنت بديالة، والله الأزمة اللي عاينتها على طريق ديالة يعني عجيب غريب، يعني الأزمة الوقودية بعيني عيني. نعم. ويمنا صارت بالكرادة هم. نعم. بالكرادة بغداد هم الأزمة، فهي الأزمة مطلعة من قبل ما الميليشيات أستاذ عمر حتى يزيدون الطاقة أسعارها، لأن أغلب الطاقة خصوصاً إنه عليها مشيدة هاي تابعة علماً للأحزاب، الأحزاب مكتوب عليها المحطة مشيدة تابعة للأحزاب. نعم. فيردون زيادة الأسعار
يزيدون الاسعار عليهم على المواطنين. وموسم صيف، يعني هذا موسم الصيف، المواطن محتاج الى مولدات، يعني شغل المولده. والله العلي العظيم احنا عجيب غريب هذا البلد، ما اعرف يعني في السراق في العملاء. زين اذا كانت الازمه، نعم اذا كانت الازمه هي ازمه مفتعله، فاين وزاره النفط؟ نعم. وين الحكومه؟ استاذ عمر، انت سيد العارفين، تدري انت الاحزاب الدينيه هم متخصصين بالسرقه، وهم يعرفون شلون مثلا يسرقون ويغطون عليه. تفضل. نعم انا اشكرك ناصر. نعم نعم تفضل ناصر. نعم. كمل. فاحنا نعرف انه الحكومه هي اغلبهم سراق، هم اغلبهم سراق، هم يمارسون السرقه، فيسمحون المجال الا هاي العصابات تسرق حتى تكون تغطيه لهم. فاحنا مع الاسف والله وصل البلد هذه الحاله. شكرا استاذ عمر. شكرا. شكرا شكرا لك ناصر من بلد. هل لدينا اتصال اخر؟ نعم قيس من الحله، تفضل اخي قيس. حياكم الله استاذ عمر، اهلا وسهلا بك. ارحب بك وبالضيوف الكرام اللي هناك، وبالوقت اللي انه يعني نبارك خروج الاستاذ الفاضل الاستاذ حيدر من نعم. هذا التغيب اللي حصل طيله هذه الفتره الماضيه. الحمد لله على السلامه. الشكر لله، الحمد لله على سلامته. نطالب بكل الاهالي وكل الاخوه وكل الشباب الابطال اللي داعوا بحق الوطن انه يصرحون ويغرفون طائلاتهم الى نواب المستقلين، ولا سيما نواب امتداد، لتبني موضوع المتغيبين بشكلها الخاص وبشكلها اللي طالما انه داعوا به شبابنا الحر وشبابنا المتظاهر. ويكفي قمع الحريات، يعني تجاهل المطالب الحتى ومطالب يعني برايك برايك يعني ملف المغيبين، اذا تحدثنا عن ملف المغيبين تدري هو ملف واسع جدا، يعني ليس هو سبق حتى ثوره تشرين. لو تحدثنا عن ثوره تشرين، عن من غيب من الناشطين، الملف معروف وتعرف به الحكومه، هل يستطيع نواف البرلمان ان يؤثروا وأن يستطيعوا الوصول إلى 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 أماكن من غيب من الناشطين إذا كانت الحكومة عاجزة؟ يعني يوم أمس تحدثنا عن موضوع سجاد العراقي، بأنه في عام 2020 في سبتمبر وصل جهاز مكافحة الإرهاب إلى ذي قار، قيل بأنه هناك مكان يتواجد فيه المختطف سجاد العراقي، ولكن لم يستطع هذا الجهاز من الوصول، وأصبح هناك احتكاك بينه وبين إحدى العشائر. هل يستطيع النواب ما لم تستطع الحكومة فعله؟ أستاذ الفاضل. نعم نعم أستاذ الفاضل، نحن نعلم جيدا أن هنالك أجندات لقوى إقليمية وقوى خارجية تبحث عن كل شخص وطني، وتبحث عن قطع أنفاس وقطع شجاعة كل شخصية وطنية، وتحاول انه تفرض على الحكومه اللي موجوده الان لتدير العمليه السياسيه لخلع ارادتها باتجاه حسم قرار هؤلاء المتغيبين وهؤلاء الشباب. الاخوه في نواب في مجلس النواب ومن تحديدا ومن حركه الامتداد لن يكلوا ولن يملوا في اتجاه المطالبه بحقوق هؤلاء الشباب، ايا كان مكانهم ومكان تغيبهم. سوف يستمر البحث عن وإثارة موضوع ملف الأخوة المتغيبين وإثارته أمام يعني الحكومة إن نصحت معنا ناحية، وإثارته ضمن الرأي العام حتى حسم قرارهم وحسم مصيرهم الحياتي ومصيرهم التواجدي، في سواء كان على مستوى القطر أو كان يعني ما أعرف خرجوا خارج حدودنا. لذلك يعني أطالب مرة أخرى بإثارة هذا الأسماء وإثارة هذه الشخصيات. نعم. وأعاهد أنه يعني نيابة عن كل أعضاء الحركة في امتداد من النواب أنه هذا لن يهدأ لهم بال إلا وأنه يحسمون هذا الموضوع، لأنها من أولويات عملنا ومن أولويات الدافعية في اتجاه ترشيحهم لمجلس النواب وتمثيلهم في الشعب العراقي والمظلومين ككل. نعم شكرا لك قيس من الحلة كان معنا. جعفر من بابل، تفضل أخي جعفر. مرحبا استاذ العزيز، اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك، تفضل عيني جعفر. الاستاذ بحركة امتداد على ما اظن
لا هو تحدث الأخ قيس قال بأنه احنا نعول على النواب في امتداد بحسب ما قاله قيس. فأنا سألته قلت له الحكومة ما قدرت ودزت جهاز مكافحة الإرهاب قبل سنتين وما قدروا يلقون مكان سجاد. الله يفرج عنا. أستاذنا العزيز المغيب سجاد العراقي المغيب باسم الزعاق ذاك اليوم اللي صارت بقضايا الاحتجاجات مال الأطار ملف المغيب مجرد لوحت به ماكو اي توجه عليه من امتداد. امتداد بدت تخالف رأى الجمهور اللي دفعها للواجهة أو دفعها لقبة البرلمان على الركاب. وعدنا قبل أن قبل الانتخابات وعدنا قال ننقل الثورة داخل قبة البرلمان. واليوم احنا البارحة نعم أخي جعفر يعني جو النواب وحضروا على الركاب مباشر من ضمن الحضور لأن عتبنا عليه. نواب امتداد بدأت تنحرف مسيرتهم وعلى الركاب وين جاي يروح بالضبط؟ ليه جاي يتحالف مع جهات هي متسببه لإراقة الدماء العراقيه؟ نعم راح تحالف ويا نعم تحالف من اجل مطالب وهاي بدا على الركاب ياخذ منها مو للجمهور يا استاذنا العزيز. نعم التظاهرات اللي عندنا البارحه باب الحضره والنواب واخذوا على عاتقهم انه يلبون مطالب الشعب. نعم. بعد ان مطالبنا وصلوا للجهات المعنيه تعهد 44 نائب. يعني ما ادري على ركبوا دوره وين؟ ليش هالسكوت هذا؟ نوابك اللي زادوا نعتب عليه بالاخويه، نعتب عليه بمن نعتب عليه بعد؟ نعم. وإلا على الركاب إذا ما ينصاع لأوامر الشعب وأن توجه التظاهر الناصرية والله العظيم قادرين من عم تبدلنا. نعم. على الركاب بدأ يأخذ غير منع لازم ينصاع لأوامر الشعب وأوامر الجمهور. الشعب جاي يعاني شحة. نعم. المياه اليوم اللي جاي تضرب بابل والمناطق قاتلة. نعم. حيل يعني وصل الجفاف انه الانهر جفت تامه قابله يعني تقدر تمشي بيها. الانهر انتهت. نعم. الزراعه انتهت. نعم. ومقبلين على الكهرباء اللي جاي يعني ازمات جاي يعيش العراق ومجرد على ابي تلويح وسوف نكون. نعم. يعني موقف فعلي ماكو يا استاذنا العزيز. نعم. زين ليش ملف المغيبين؟ يعني معقول الحكومه ما قدرت توصل إلى هاي الشخصيات سجاد العراقي وغيره؟ شلون نفسر الموضوع؟ استاذنا العزيز تقدر تفسر الموضوع؟ نعم جدا. الشعب العراقي يعرفها وأغلب الناس اللي بتخاف الاحتجاج تعرف الجهة اللي اختطف سجاد العراقي. سجاد العراقي اختطف بأحداث بعد إقالة مدير صحة الناصرية. وتعرف مدير صحة الناصرية يا جهة تابع يعني ما يقبل هذا الشيء على الشعب. الجهة المسؤولة عن اختطاف سجاد العراقي معروفة جدا يعني. نعم. أني أشكرك. إيه جعفر. صوت ده يقطع. اللي سبب بعدة أزمات داخل. ملفات فساد عليها كبيرة. يحصل على دعم كبير من قبل التيار الصدري والتيار الصدري. هو هذا اللي ينقال صحة الناصرية تابع للتيار الصدري. أقال سجاد العراق بضغط جماهيري من بعدها خطف سجاد العراقي. نعم. أنت بينك وبين نفسك اسأل نفسك من الجهة المسؤولة عن اختطاف هذا الشاب. زين ليش الحكومه ما تصرح؟ تخاف؟ الحكومه بالنسبه للكاظمي الاستاذ مصطفى الكاظمي يعني ولا هو ولا رئيس حكومه ان كان الكاظمي ولا ممكن الكاظمي فديوم كشف عن جهه بعينها ممكن اكثر شخصيه كذبت بتاريخ العراق الاستاذ مصطفى الكاظمي. ما ادري. نعم. الله المعين. أنا أشكرك أخي جعفر من بابل كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من برنامجكم صوتكم. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
نلفت عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين تبث على القمر تركسات 3A وفق التردد 12729 عمودي. لذا يمكن للمشاهدين الكرام في الدول الأوروبية التقاط بث الرافدين على قمر تركسات. أهلا بكم من جديد، معنا اتصال أبو عراق من الأنبار، تفضل أبو عراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، أهلا بك. والله أستاذ عمار منين أنتهي؟ والله على العراق، على العراقيين، على الحكومات المتعاقبة. نعم. أستاذ عمار. هاي الأزمات والله أستاذ عمار مقصودة كليتين. نعم. زائد الكهرباء، زائد البنزين، زائد العالم. العالم المعيشة صارت غير يا أستاذ. يعني أنت الحكومة إلى متى إيش إحنا راح نبقى إلى متى؟ مسحود يعني غيره ما عجوب. يا أستاذ عمر إحنا متعذبين من 2003 من هاي الحكومات المتعاقبة. دمرونا عمي. نعم. السياسيين البرلمان وين الإنسان عليها يقول والله تبدينا يا أستاذ عمر، والله تبدينا. نعم. والله الشعب هذا مسكين، هذا الشعب. بس احنا بالنسبة عرضنا مقطع اطلاق نار بالانبار يم بنزيخانة، هم اكو ازمة بالانبار على موضوع البنزين، تعليقك. استاذ عمر، مو بس ازمة البنزين. السياسيين بيناتهم، يعني البارحة هم اكو حركة بين اخو محمد روكان وبين الشرطه. والله احنا عم تعبنا يا استاذ عمر، خلي يسمعون اخوتنا بالجنوب. لا عبار ترى مرتاحين، ترى والله عم مشروع عقوب. هم يصورون الغربيه بعيز، والله لا عيز ولا كرامه، كل شيء ماكو. الله وكيلكم يا اخوتنا يا اخواننا بالجنوب، ترى احنا عم عايشين بذل، والله ذل واهانات يا استاذ عمر. وتعبنا، والله تعبنا. الله المعين. ما كافية السياسيين، ما كافية المعظمين، كافية عم نطلع وخلونا خلونا الشعب بيناتنا. والله ما طلع يا أستاذ عمر، احنا مترابين بيناتنا. نعم. وأنا أشكرك. شكرا أبو عراق من الأنبار كان معنا. مع ارتفاع درجات الحرارة تعود أزمة الكهرباء للواجهة من جديد، حيث تنقطع الكهرباء المجهزة من الحكومة في البلاد بشكل مستمر ومتواصل لساعات طويلة يوميا، علما بأن العراق أنفق أكثر من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، كما صرح مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العام الماضي. يذكر بأن المبالغ التي صرفت على الكهرباء قد تصل إلى أكثر من هذه الأرقام التي تكفي لتوليد الكهرباء لأكثر من ضعفي حاجة العراق حاليا. طبعا وعلى الرغم من الإنفاقات الكبيرة، إلا أن أغلب المناطق في العراق تعاني من انقطاع مستمر وضعف المنظومة الكهربائية، إضافة إلى عدم إجراءات التوزيعات الكهربائية الضرورية لمعادلة الاستهلاك مع عدد السكان في العراق. رصد أحد المواطنين في حي
الصديق بناحية كنعان بديالة احتراق الأسلاك الكهربائية نتيجة الحمل الزائد وعدم وجود المحولات الكهربائية المناسبة في المنطقة. هذا المقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. بسبب اللود على المحولات منطقة كاملة بها 3 محولات، هذا اللود اللي يسحب العالم غصبا عليهم يسحبون، من يروح يسحب هاي تاليها، والله المستعان. إلى السيد محافظ ديالة، نواب ديالة، مديرية كهرباء ديالة، كل المسؤولين، يعني منطقة كاملة على محاولتين 3، حي الصديق كنعان. مأساة تضاف إلى مأساة العراقيين، هي الكهرباء أصلا غير موجودة فتضاف لهم تهالك الأسلاك والمحولات الكهربائية. مقطع مصور آخر تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يبين بوادر لاشتعال محولة كهربائية في بعقوبة في ديالة، ومواطنون أكدوا بأن عمال الصيانة أجروا الصيانة عدة مرات على هذه المحولة ولكن لا فائدة تذكر من هذه المحاولات. دعونا نتابع. محولة بعقوبة خلت من رست الأمين عشان ذاك اليوم طقت مرتين وسووها، وهاي قدامكم اللي بيها هاي شرارة من بين يعني بالتصوير كانوا بين قلوب، بس هي شرارة. طبعاً هاي المحولة بعقوبة خلت من رست الأمين عشان ذاك اليوم طقت مرتين وسووها، وهاي قدامكم اللي بيها هاي شرارة من بين يعني بالتصوير كانوا بين قلوب، بس هي شرارة. في مشهد شبيه بالألعاب النارية مواطنون يرصدون انفجارات عديدة في الأسلاك الكهربائية، لكن هذه المرة في محافظة ذي قار، فلنتابع. طبعا هذا المقطع دفع بالعراقيين إلى التهكم والسخرية من هذا الحال ومن هذه التعليقات المتهكمة. يقول عبد القادر، يقول يعني دولة حير شو تسوي على مود تخلي المواطن سعيد؟ شلون أجواء حلوة بس لو أكو بحر تصير أحلى قاعدة ويا هاي السعادات. أما محمد المياح فقال الحكومة كل شيء موفرة للشعب، يعني شوف هسه إذا سكان هاي المنطقة ضايجين يسوي لهم ألعاب نارية. سجاد العتابي قال هي شو وقت استمرت الكهرباء على مود ما تتحمل عليها تحميل، هي وينها يتساءل. عبد الكريم الشيخ علي علق هو الآخر وقال هو مو حمل زايد بل شبكة مصممة قديما تحملها محدود، لم يجري عليها توسعة حديثة بما يوازي الأحمال الجديدة وزيادة الصرف في هذا الزمن نظرا لاستخدام أجهزة التبريد. نعم، معنا اتصال ابو عبد الله من صلاح الدين، تفضل ابو عبد الله. اهلا وسهلا بك. صباح الاحوال. يا هلا بيك، هلا وعيني، الله يسلمك. ابو عراق طلع اخي يقول الاستاذ من راح حتى الايران راح يفتح المي شي عليها. راح الإيران ينطوا تعليمات يمشي عليها. منو منو هذا الشخص؟ منو هذا الشخص؟ قبل أبو عراق، قبل أبو عراق. إيه. طلع يقول لك متصل. السيد الكاظم، السيد الكاظم. نعم. السيد الكاظم استواه شنو؟ السيد الكاظم أجد من ضرب بيته ما قدر يسولف. زين. حتى قالوا مش راح يجيب لنا المي من إيران وش راح ياخذ تعليمات. نعم. غير يجي يطبقها علينا بالعراق. نعم. يعني انتهى شغلة الكهرباء. الكهرباء من 2003 لسه ما في الحل. قد انصرفت حل. يعني هاي الفلوس اللي انصرفت اللي انصرفت ما في حل على وزارة الكهرباء. كل قضاء وكل ما يستمر التوليد الحل.
بالكل بياجي براحت يم يفاس براحت. واحنا نقول سياسيين مو سياسيين دول سيئين، قادة سيئين. نعم. حيقودون البلد وحيودون الهاوية وحيرجعون البلد ألف سنة لورا. نعم. يعني كم دو بيظل العراق ساكت، بيظل العراق ساكت. اللي يحكي سولف يطلع المسؤول عنده حماية وعنده حرق عصابات مال مافيا. والفقير من مو بس هو هذا المغيب عنده. يا الله خلي يقدر الشاب يطلع مغيب هسه، خلي يقدر أتحداه. نعم. يعني تقول له يمشي كذا 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 يمشي حد. أنا أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين كان معنا. طبعا رصد أحد المواطنين الحال لجسور قضاء بالخصيم، واستغرب من وجود هكذا جسور في محافظة ذي قار المنتجة للنفط في مشهد قال يدلل على الفساد الكبير في المشاريع التي تمس خدمة المواطن. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل العراقيين. جسور في قضاء أبو الخصيب محافظة البصرة، هاي البصرة تنتج النفط، هاي جسور مالتها، هذا إنجاز هسه هذا. هاي حال البصرة تنتج النفط، وهاي الإنجازات إنجازات الحكومة والسياسيين. هذا جسور متهالكة. نبقى مع الخدمات في العراق، معاناة القطاع الخدمي لا تنتهي، فبعد إكمال المشاريع وإنجازها بصورة متواضعة تظهر مشكلة أخرى في كيفية التعامل مع المشاكل التي تنتج من هذه الأعمال، حيث شكى بعض أهالي بعقوبة من رفع الطين من شارع الديري ونقله إلى الأفرع ما يسبب بانسداد المجاري. دعونا نتابع هذا المقطع لأحد المواطنين وهو يتحدث حول هذا الموضوع. الماء ومجاري الشركه اللي بدها تشتغل بشارع الديري هسه حاليا هاي صار شهر الحفريات متواجده قبلنا انه الشارع مقطوع انتهينا، بس باع الشركه ايش بدها تسوي؟ تشيل المي بضاغطات المي والطين على حاله، وين بدها تدزها؟ بدها تدزها للافرع. وين بده يروح؟ للمجاري الاصليه، بده يصير انسداد بسوق معقوبه للمدخل. السلام والرحمة للمدخل. وهاي يومية احنا نجيب سيارات الماء المجاري يفتحون المداخل وهم يسدوها، يفتحون بدون رقيب ولا حسيب. ليش؟ شنو يعني شنو على شنو هذا الشغل؟ العالم هسه حتى مشات ما تقدر تعبر طين على حال، مو بالسيارات. تفضل هذا الشارع حسن ترس طين، ترى هذا طين مو ماي اخوان. اللي دي يسمعني مكتب محافظ اخوان مسؤول مجاري ديالة بعقوبة شيء اي شيء، يعني هذا الحاله هسه مقبوله هيش؟ هسه من راح يجي ابو الماء والمجاري ابو التنكر راح يقول لك انا ما اقدر اسحبها لان هذا طين على حاله، يسدد عندي الطين. وهاي العالم يوميا شكوى منه. والاغراض يغرمون المحلات كل محل. هسه هاي بالمناسبه هاي الغرامات مستمره على المحلات 250,000 200، هاي غرامات موجوده تبليغ الشرقي دا يجيهم. نعم يجون اياهم مفارز من الشرطه يغرمون المحلات على مود انسداد المجاري. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذا الموضوع، موضوع الخدمات. علي عبد المنعم قال بسبوق ماكو عمل بصدق. أما حسين عدنان الخفاجي فقال هم شغلتهم تخريب كما يقول حسين. تعليق آخر من بهار يقول هاي قصة لا تنتهي، تخريب ونهب المال العام. سيد إيثار يقول شغل مخربط وعشوائي وعبثي لأن لا حرفة ولا تقنية ولا تخطيط، أكيد تطلع هاي النتائج.
معنا اتصال جبال من البصرة، تفضل جبال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. خويا كل ما حدث أثناء ثورة تشرين أعاني على يدي. أي والله هي اللي بادرت بخطف المتظاهرين. من اللي بادر؟ الوقيت أعاني وبالتعاون مع الميليشيات الإرهابية، ميليشيات الحشد الشعبي ومافياتها، أي البادرة باحتقال وتعذيب العديد من المتظاهرين والناشطين والصحفيين في ذلك الوقت. بس هذه المظاهرات إن شاء الله باقية رسما على عيون هؤلاء الخدم المحتل. إيه نعم، إما ميليشيات الحشد الشعبي بكافة فصائلها الإرهابيين ستبقى وستبقى ثورة تشرين في أي وقت قادم إن شاء الله، ولا تكون أي عنصر من عناصر هذه المظاهرات البطلة أن تتراجع رسما على عيون أولئك خدم المحتل. عن اللي بادر بقتل وتعذيب وعن وإصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين والناشطين، زين ولا إما في بغداد وإما في الناصرية وإما في البصرة وبقية المحافظات الأخرى. نعم. أي والله. أنا أشكرك جبال من البصرة كان معنا. نذهب إلى الهاشتاج خريجو المهن الصحية عفوا في العراق والتمريضية أطلقوا اسم ثورة خريجي الصحة يا مالية، يقصدون وزارة المالية، وذلك لمطالبة وزارة المالية بإطلاق الدرجات الوظيفية الخاصة بهم والحصول على التعيين المركزي وعدم المماطلة في ظل تفشي الأمراض والأوبئة وقلة الكوادر الطبية في المستشفيات. دعونا نأخذ بعض هذه التغريدات تحت هذا الوسم، وسم الكوادر الطبية أو ثورة خريجي الصحة يا مالية. غرد مجتبى علاء وقال: يا وزارة المالية ما لكم حق بأي شكل من الأشكال أن تعرقلون تعيين دفعة 2021، وإذا تجيبون طاري الفلوس فتصيرون مضحكة، الله وكيكم، لأن الفلوس بالعراق انتشرة، وإذا نحكي على فساد وهدر المال ما نخلص منه لسنة. أحمد عاصم قال: وزارة المالية تتحمل المسؤولية كاملة عن انهيار النظام الصحي، الإصابات بفيروس كورونا والحمى النزفية بدأت بالتزايد تدريجيا عفوا لأنها تعمل على تأخير إطلاق الدرجات الوظيفية الخاصة بذوي المهن الصحية والطبية التي ستعمل على سد الفراغ بالمؤسسات الصحية. نور قالت: حقنا وين؟ تعبنا ودرسنا حتى نداوم بالمستشفيات، مو نبقى نتظاهر ونغرد بتويتر برغم نقص الكوادر الطبية وبظل الأمراض المنتشرة والعراق يدخل بالموجة الخامسة لكورونا، ليش هالتأخير وتعيين مركزي؟ طبعا نسوى التاج لقناة الرافدين. محمد قال: وزارة المالية لا يوجد لديها أي عذر قانوني يحول دون تعيين ذوي المهن الطبية والصحية، كفاكم مماطلة وتسويف، توجيه من رئيس الوزراء بتعييننا، كتاب احتياج من وزير الصحة، كتب من مكاتب السادة النواب، تسويفكم وتعطيلكم لقانون التعيين المركزي مرفوض، غدا موعدنا ثورة خريجي الصحة. نعم، معنا اتصال حول هذا الموضوع. بكر من الأنبار، تفضل بكر. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. نعم بكر. نعم ثابت. تفضل. أول شيء إحنا منظومية دفعة 21 من المهن الطبية والصحية والتمريضية. نعم. بعد حصول الموافقة من دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجيب تعيين دفعة 21 من المهن الطبية والصحية والتمريضية. نعم. إلا أن الحلقة الأخيرة من وزارة المالية يعني مواطنة تصويف للأسف يعني رجع إلى قرار مجلس الوزراء بخصوص تعيين دفعة 21. نعم. تخصيص مالي موجود يعني للأسف يعني وزارة مجلس الوزراء وجه بالتنسيق وزارة الصحة ووزارة المالية، وزارة الصحة رفعت كتاب إلى وزارة المالية بالدرجات الوظيفية، بس لكن للأسف ماكو استجواب لوزارة المالية. نعم. وإحنا عاجلين ثورة إن شاء الله واحتفال مفتوح يوم غدا الأحد إن شاء الله الثامن الصباح أمام وزارة المالية لحين لين الحقوق والمباشرة بيغبر. نعم، برأيك ليش أكو تأخير من وزارة المالية بهذا الموضوع؟
ما عليه تخصيصات. تدري أنت الموازنة لم تقر لغاية الآن. موازنة ماكو للأسف هاي السنة. نعم. يعني ما بنتي أكو موازنة للأسف هاي السنة. ضافونا بالقانون الرقمي القضائي، لأن القضائي الرقمي طالبنا بالاستثناء. الحكومة دولة رئيس الوزراء وجه بتنسيق وزارة الصحة مع وزارة المالية ومجلس الوفد الاتحادي. وزارة الصحة رفعت كتاب في وزارة المالية، لكن ماكو استجواب من وزارة المالية لهذه اللعبة. رفع الدرجات الوظيفيه وزاره الصحه، بس لحد الان ماكو لا تخصيص مالي واطلاق الاوامر الاداريه المباشره من وزاره الماليه. لحد هذه اللحظه ماكو اي استجواب. نعم. واحنا عاد وباكر ومظاهراتنا يوم 26 الاحد غدا ان شاء الله امام وزاره الماليه. نعم. الله يوفقكم ويحفظكم إن شاء الله، وإن شاء الله تتعينون. أخي بكر كان معنا من محافظة الأنبار. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.